شركة موتورولا، يا ترى بتفكر في ايه اول ما بتسمع الاسم ده؟ اجابتك هتفرق على حسب سنك تقريبا. لو انت في الثلاثينات، الاربعينات او حتى الخمسينات، في الغالب اول حاجه هتيجي على بالك هي الموبايلات. في موبايلات كتير قوي لموتورولا كلنا لينا ذكريات معاها. لو انت بقى في العشرينات او اصغر من كده، فممكن في الغالب ما تعرفش ايه هي موتورولا اصلا. بس في ناس تعرف حاجه تانية خالص عن موتورولا محدش مننا يعرف ان موتورولا اشتغلت فيها، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. موتورولا هي مش مجرد شركه انتجت وصنعت موبايلات وبدات تختفي. موتورولا ليها تاريخ طويل قوي يوصل لاكتر من 100 سنه. عملت منتجات محدش يعرف ان موتورولا صنعتها، وفي تغييرات كتير قوي حصلت لموتورولا. النهارده هنتكلم عن 8 منتجات موتورولا صنعتهم في خلال ال 100 سنه اللي فاتت، وكلها مهمه في حياتنا لغايه النهارده. النهارده هنعرف حدوته شركه موتورولا. معاكم احمد سند. اول حاجه بدات بيها شركه موتورولا البطاريات، وانا هنا ما اقصدش بطاريات الموبايل، ساعتها ما كانش فيه اصلا تليفون. الموضوع بدأ تقريبا سنة 1920 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. بول جيلفن كان شغال في شركة بتصنع بطاريات، واشتغل فيها حوالي سنة، وبعدها قرر ان يعمل البيزنس بتاعه في صناعة البطاريات. فعلا قعد مع واحد صاحبه اسمه ادوارد ستيوارت، وقرروا ان هم يعملوا شركة صناعة بطاريات. بس الحقيقة الموضوع فشل، وبعد سنتين ثلاثة حصل لهم مشاكل مع الضرائب، وساعتها الحكومة ضغطت عليهم ان الشركة تقفل، وفعلا ده اللي حصل. بعدها تاني سنة 1926 الراجل ما يقسش وقرر يعمل شركة صناعة بطاريات، وبرضه فشل التاني. ساعتها بدأوا يفكروا هو ليه الموضوع بيفشل مع ان البطاريات حاجة مهمة. لقوا ان في الوقت ده الكهرباء بدأت تدخل اغلب البيوت، وان سعر الكهرباء كمان بدأ ينزل لان عدد المستهلكين بيزيد. فالتكلفة اللي كانت بتتوزع في الاول على عدد قليل وكان بتخلي سعر الكهرباء عالي، دلوقتي بقى بتتوزع على عدد اكبر من الناس، وبالتالي خلى ان الكهرباء سعرها بقى منافس، فمحدش بقى بيحتاج البطاريات. بالعكس، الناس كلها دلوقتي الاجهزة عندهم بقى بتتوصل في الفيشة في الحيطة، وبقى عندهم كهرباء، يعني مش محتاجين اي بطاريات. انت بقى دلوقتي لو مكان بول جيلفن ولقيت الموضوع ده حصل، اول حاجة هتفكر فيها انك تقفل الشركة. بس الحقيقة هو ما فكرش يعمل كده. الراجل فكر في فكرة مجنونة شوية. قالك دلوقتي الناس مش محتاجة بطاريات، وعندها اجهزة كهربائية كانت معتمدة في الاساس على البطاريات، يعني الجهاز ما بيشتغلش بالكهرباء، هو عبارة عن جهاز فيه بطارية بتتشحن او بيتم استبدالها كل فترة علشان الجهاز يشتغل. فقرر ان هو يعمل جهاز يتم الاستغناء بيه عن البطاريات، وهو ده الباتري اليمينيتر. ببساطة هو عبارة عن جهاز يسمح لك ان الراديو بتاعك اللي موجود اللي بيشتغل بالبطارية بس يبقى جاهز منه بعد كده فيشة تقدر توصلها في الحيطة علشان تستهلك كهرباء عادي من غير ما تحتاج للبطارية. يعني الشركة دلوقتي بقى بتنتج منتجين، اول منتج هو البطاريات، تاني منتج هو منتج بيخليك ازاي تستغنى عن البطاريات في الجهاز بتاعك، يعني الحاجة وعكسها. نقدر نقول ان هم كانوا بينافسوا نفسهم، وهو ده تاني منتج عملوه في تاريخهم. بعد الباتري عملوا الباتري اليمينيتر. يعني لو عندك راديو بيشتغل بالبطاريات هتركب له الباتري اليمينيتر ده، بعد كده هيبقى عندك فيشة في الراديو ده تقدر توصلها في الحيطة وتشغله بالكهرباء عادي جدا من غير ما تحتاج انك تستخدم البطارية تاني. الموضوع عجب الناس وزادت شعبيته جدا. بس الحقيقة الشركة برضو ما نجحتش، لان الشركة بتنتج الحاجة وعكسها. والحقيقة اي حد مكانهم عمل مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة الشركة بتفشل هيقرر ان هو يرجع ويشتغل موظف تاني في الشركة اللي هو كان شغال فيها، ويدور على اي وظيفة ويريح دماغه من وجع القلب وحرقة الدم. بس بول جالفين كان شايف ان الباتري اليمينيتر ده او الجهاز اللي بيخليك تستغنى عن البطاريات ليه احتمال نجاح كبير، وان الفشل اللي حصل للشركة مش عشان الجهاز ده مش كويس، انما علشان كانوا بيبيعوا حاجتين عكس بعض، وفعلا الشركة بتاعتهم اتعرضت في المزاد. ساعتها بول جيلفن جمع كل الفلوس اللي معاه وراح اشترى في المزاد ده الجزء بس الخاص بالباتري اليمينيتر، يعني ما اشتراش الشركة كلها لانه ببساطة ما معهوش فلوس، وقال هفتح شركة للمرة التالتة. بس المرة دي قال هغير عتبة وراح شارك اخوه جوزيف جيلفن، وعمل شركة جيلفن مانيفاكتشرينج كوربوريشن، شركة جيلفن للتصنيع. والمرة دي العملية بدأت تمشي والناس بدأت تشتري منهم بالجملة علشان يوزعوا للمستهلكين على مستوى الدولة كلها، وهو ده اللي خلى الشركة بتاعتهم تبتدي تكبر أكتر ويقفوا على رجليهم شوية. بس نقدر نقول إن الراجل ما كانش محظوظ قوي. الشركة بتاعته اتأسست سنة 1928، يعني تقريبا قبل سنة من حدوث الركود العظيم أو الجريد ديبريشن، وهو ده أزمة اقتصادية حصلت في أمريكا وأثرت طبعا على العالم كله سنة 1929. فده بالتبعية خلى إن الناس عندها أزمات مالية، والطلب على الباتري إليمينيتر ده يقل، وبدأت شركات تانية تدخل أصلا في السوق في الوقت ده، فخلى المعروض أكتر من المطلوب والسعر يبدأ ينزل، فالموضوع ما بقاش جايب همه. وتاني جيلفن لقى ان هو في الصناعة الغلط في الوقت الغلط. بس جيلفن ده بصراحة يا صلاح هيشتغل هيشتغل، فالراجل قال خلاص لو الباتري اليمينيتر ده ما بقاش جايب همه ما تيجي نشتغل في الراديوهات. بس مش الراديو العادي، راديو العربية.
ساعتها كان اغلب العربيات الموجوده الراديو اللي موجود فيها جودته مش كويسه وفي مشاكل في الاستقبال بتاع الاشاره، وبرده السعر بتاعه كان اعلى من اللازم. فعلا صمموا وانتجوا راديوهات للعربيه ونزلوها السوق، وسعرها كان تقريبا نص سعر الراديوهات اللي موجوده في السوق في الوقت ده، وسموا الشركه في الوقت ده موتور فيكترولا، موتور عشان الموتور فيكلز او العربيات، وفيكترولا ده عامل زي الجرامافون اللي كنا بنشوفه زمان في الافلام الابيض واسود، هو حاجه بتطلع صوت عن طريق ان انت بتحط فيها اسطوانات، وكانه بالظبط بيقولوا ان ده الجرامافون بتاع العربيات. وعلشان يخلوا الاسم ابسط من كده خدوا اول كام حرف من اول كلمه واخر كام حرف من تاني كلمه وسموها موتورولا، موتورولا الاسم اللي كلنا عارفينه دلوقتي. بعدها الموضوع مشي تمام وقرروا ان هم يعملوا راديوهات للبيوت، لان الموضوع مش هيفرق كتير راديو عربيات عن راديو بيوت، وفعلا دخلوا في الصناعه دي. وبعدها سنه 1950 اشتغلوا مع شركه ناسا في ابحاث الفضاء الخاصه بيها، وفعلا سنه 1969 لما نيل ارمسترونج حط رجله على القمر لاول مره في التاريخ كان بيكلم القاعده الموجوده في امريكا عن طريق راديو، او نقدر نقول كده لاسلكي. اللاسلكي ده كان صناعة موتورولا. فشركة موتورولا في الوقت ده بقت معروفة بإنتاجها للراديوهات، وبقى من أكتر المنتجات اللي موجودة ذات جودة وبتحتل نسبة كبيرة قوي من السوق في الوقت ده. مش قلتلكوا اسم موتورولا ده بيفرق على حسب أنت سنك قد إيه؟ يعني موتورولا ممكن بالنسبة لبعض الناس بتعني بطاريات، وبعض الناس بتعني جهاز بيخليك تستغنى عن البطاريات، والناس تانية معناه راديوهات العربيات، والناس تالتة راديوهات اللي موجودة في البيوت عندهم. بعدها في السبعينات شركة موتورولا بدأت تقلل من إنتاجها لراديوهات العربيات، وبطلت إنتاجها تماما سنة 1983. بعدها بدأوا يصنعوا منتج مختلف تماما، هو شغال بنفس الكونسبت بس مختلف في الاستخدام، اسمه الواكي توكي، وهو مجرد جهاز لاسلكي يقدر طرفين يتكلموا من خلاله بس المسافات قصيرة. قصيرة دي يعني نقدر نقول مثلا مسافة كيلومتر أو أكتر. وفعلا سنة 1930 الحاج بول جالفن كان متوقع إن في حروب كتيرة هتحصل الفترة الجاية، وكان شايف إن تواصل العساكر مع بعض في الحروب اللي بيتم من خلال العربية أو بيتم من جهاز اللاسلكي اللي موجود في العربية مش بيساعد المشاة اللي بيتحركوا في أثناء الحرب، وبالتالي بيحتاجوا جهاز لاسلكي يكون محمول يقدروا يتحركوا بيه ويتواصلوا بيه مع بعض. وفعلا سنة 1940 أنتجوا جهاز هاندي توكي، هاندي يعني حاجة خفيفة تقدر تمسكها في إيدك وتتحرك، توكي عشان تقدر تتكلم من خلاله. هو الحقيقة ما كانش حاجة خفيفة قوي بس في الوقت ده كان اختراع، والجهاز ده كان بيشتغل عن طريق ترددات الـ AM زي ما انت بتشوف كده في الراديو، عندك في تردد AM وفي تردد FM، فهو ساعتها كان شغال على تردد الـ AM، وفي الوقت ده كان عبارة عن جهاز بيتحط في شنطة على الظهر العساكر ويقدروا يتحركوا بيه ويجروا، وزنه ما كانش خفيف وما كانش بالشكل اللي انت تعرفه دلوقتي عن الواكي توكي. بعدها طوروا الجهاز وبقى بيشتغل بتردد الـ FM، وده خلاه ان هو يستخدم لمسافات اطول بكتير قوي من المسافات اللي كان بيستخدمها في حالة تردد الـ AM، وفعلا الجهاز ساعد الجيش كتير قوي في وقت الحرب. طب هل موتورولا بقى تقف لحد هنا؟ بطاريات، اجهزه بطاريات، راديوهات عربيات، بعد كده جهاز واكي توكي؟ الحقيقه لا، موتورولا قالت ما ندخل في صناعه التلفزيونات، وسنه 1947 انتجوا اول تلفزيون ليهم. زي ما انتم شايفين شكله عجيب، مش شكل التلفزيونات اللي نعرفها او حتى اللي اهالينا يعرفوها، انما في الوقت ده كان شكله مميز جدا وصغير مقارنه بالتلفزيونات اللي موجوده في الوقت ده. وطبعا التلفزيونات ظهرت في امريكا واوروبا قبل ما تدخل مصر، ففي الوقت 47 كان في شركات بتصنع تلفزيونات بالفعل، انما في مصر دخل التلفزيون تقريبا سنه 1960، وكان سعر التلفزيون اللي بيبيعوه في الوقت ده شركه موتورولا حوالي 180 دولار، وفي سنه واحده بس باعوا حوالي 100,000 جهاز تلفزيون، وفي خلال 7 سنين بقى معاهم 10% من حصه السوق للتلفزيونات. وفي سنه 1967 اصدروا ماركه تلفزيون كويزر، اللي شكلها نقدر نقول اقرب ما يكون لشكل التلفزيون اللي كلنا نعرفه، وفعلا بدأوا يبيعوا منه بنسبة كبيرة جدا، وبقى من أحسن التلفزيونات اللي شركة موتورولا أنتجتها. وبعدها قررت تبيع البراند دي لشركة ماتسوشيتا، شركة يابانية. الشركة دي بعد كده بقى اسمها باناسونيك، يعني باناسونيك اشترت التلفزيونات في الأصل من شركة موتورولا، وبيعهم للتلفزيون في الوقت ده كان بسبب إن هم خدوا قرار إن هم هيبتعدوا عن المنتجات الخاصة بالمستهلك، يعني هيعتمدوا في المنتجات بتاعتهم على المنتجات اللي بتتباع للشركات أو للحكومات، وهيسيبهم من منتجات الخاصة بالمستهلكين زي التلفزيونات والراديوهات وغيره. وفعلا دخلوا في صناعة تانية خالص، دخلوا في صناعة السيمي كوندكتورز أو أشباه الموصلات اللي بتدخل في صناعة كل الأجهزة التكنولوجية اللي موجودة في العالم، اللي حاليا شركة انتل واي ام دي هم أكبر منافسين لبعض في السوق على مستوى العالم، بس في الوقت ده كانت شركة انتل
وشركة موتورولا، وفعلا في السبعينات اصدروا اول مايكرو بروسيسور او معالج انتاج موتورولا. والحاجة اللي ممكن ناس كتير قوي ما تعرفهاش ان اول كمبيوتر ابل كان جواه وشغال بمايكرو بروسيسور انتاج وتصنيع شركة موتورولا. المشكلة الوحيدة ان شركة اي بي ام اللي كانت ساعتها طبعا اكبر من ابل اختارت ان هي تستخدم المايكرو بروسيسور بتاع شركة انتل مش شركة موتورولا، وده طبعا اثر على مبيعات شركة موتورولا في المايكرو بروسيسور وخلاها ما تقدرش تسبق شركة انتل في الوقت ده. وشركة موتورولا فضلت شغالة في مجال اشباه الموصلات حوالي 30 سنة لحد سنة 1999 لما قرروا يشيلوا جزء من القسم ده ويبيعوه او يعملوا له سبين اوف. وبعدها في سنة 2003 خرجوا تماما صناعة اشباه الموصلات من موتورولا، بس برضو شركة موتورولا ما كانتش بتقف هنا. شركة موتورولا كانت بتنتج البيجر. البيجر ده اعتقد كنا بنشوفه في الافلام زمان، خصوصا في المستشفيات لما بيجي للدكتور ان في حد بينادي عليه في الطوارئ علشان في حالة مستعجلة ومحتاجاه دلوقتي. هو ما كانش موبايل، يعني ما حدش كان بيتصل بيك وتقدر ترد عليه، انما هو كان بيديك انذار ان في حد او رقم معين بيحاول يوصلك دلوقتي وياريت تروح له. وساعتها كنت يا اما بتروح لاقرب تليفون وتكلمه، يا اما لو انت قريب منه تقدر تروح له على طول، وهو ده كان الهدف من البيجر. موتورولا مش هي اللي اخترعت البيجر، بس هي اللي سمته بالاسم ده، وكان اول منتج ليهم اسمه بيج بوي. وحتى ما كانش فيه شاشه تقدر تعرف منها مين اللي بيتصل بيك، انما كان عن طريق اختلاف النغمات تقدر تحدد نغمه حد عن حد تاني، وبالتالي تقدر تعرف مين اللي بيكلمك، حاجه يعني كده اخر تعذيب. في التسعينات شركه موتورولا كانت بتصنع تقريبا 85% من البيجرز اللي بتستخدم على مستوى العالم لحد ما وقفوا انتاجه سنه 2001. انتوا متخيلين كل المنتجات اللي اتكلمنا عنها دي لحد دلوقتي وما جبناش سيره الحاجه اللي محدش مننا يعرف غيرها؟ الموبايلات. كل المنتجات اللي اتكلمنا عنها دي في الغالب مش ناس كتير قوي تعرف ان شركه موتورولا صنعتها وانتجتها، وكان ليها براءات اختراع بالالاف في انتاج الاجهزه دي. لو اتكلمنا بقى على الموبايل ففي معلومه ممكن مش كتير من الناس تعرفها، ان شركه موتورولا هي اصلا اللي اخترعت الموبايل، وده عن طريق المهندس اللي كان شغال في موتورولا اسمه مارتن كوبر. واول مكالمه عملوها من الجهاز ده اتصل بحد من المنافسين علشان يقول له ان بيتصل بيه مش من جهاز ارضي، انما بيتصل بيه من هاتف محمول. وده طبعا بعد حوالي 10 سنين من صرف ملايين الدولارات على البنيه التحتيه والابراج اللي تخلي الموبايلات تقدر تشتغل، لان انت طبعا لو معاك موبايل ومفيش البنيه التحتيه الخاصه بالهاتف المحمول اللي هي بنشوفها الابراج وغيره، فالموبايل اللي معاك ده ملوش اي لازمه. وانتجوا اول جهاز موبايل داينتيك 8000X، كان ثمنه ساعتها 3500 دولار، وزي ما انتم شايفين طبعا كان حجمه كبير، بس كونه اول موبايل اتصنع على مستوى العالم فده يعتبر انجاز كبير قوي ساعتها. وبعدها بحوالي 6 سنين اصدروا جهاز تاني اصغر منه وشكله افضل بكتير اسمه مايكرو تك. وسنة 1996 انتجوا جهازهم المشهور ستار تك. انا شخصيا كان عندي واحد منه في البيت لانه كان يعتبر جهاز صغير جدا وكان شكله مميز وتقدر تفتحه وتقفله والناس كانت بتحبه. وساعتها الناس اعتبرت الجهاز ده الافضل على الاطلاق في الوقت ده. ساعتها نص الهواتف المحموله اللي كانت بتتباع في السوق كانت جايه من موتورولا، وحصه بتاعتها على مستوى العالم كانت حوالي 60%، بس تخيل حصه ال 60% من السوق قلت ل 16% بعد 10 سنين بس، وبعدها ال 16% دي بقت لا تذكر تقريبا. الحقيقه هم كانوا ابطا بكتير قوي من ان هم يواجهوا ثوره الديجيتال اللي سبقتهم فيها شركه نوكيا، رغم ان هم اللي اخترعوا الموبايل بس ما عرفوش يطوروه اكتر من كده او كانوا بطاء قوي في تطويره. وفعلا سنة 1998 شركة نوكيا بقت حصتها في السوق اكبر بكتير قوي من موتورولا. موتورولا حاولت سنة 2004 ترجع للسوق تاني عن طريق موبايلها ريزر، وده يعتبر من الموبايلات اللي بتعلق في دماغ الناس جدا وعارفاه وفاكره شكله لان فعلا كان شكله كويس، وكان من اعلى التليفونات مبيعا لحد سنة 2007 لما شركة ابل نزلت الايفون، وبعدها السمارت فونز بقت هي الطبيعي. برضه موتورولا حاولت تتحرك، عملت موبايل درويد اللي شغال بنظام الاندرويد. وسنة 2011 شركة موتورولا قررت تبيع الجزء الخاص بالموبايل في الشركة وسمته موتورولا موبيليتي. وحاليا شركة موتورولا بتعمل منتجات خاصة بالشركات او بالحكومات وما بتعملش اي منتجات خاصة بالافراد او المستهلكين، والشركة دلوقتي اسمها موتورولا سولوشنز او حلول موتورولا. بس تفتكروا مين بقى اشترى شركة موتورولا موبيليتي؟ سنة 2012 شركة جوجل اشترتها، واشترتها بحوالي 12.5 مليار دولار، ونقدر نقول كده خدتها لحم ورميتها عظم، يعني اشترتها بحوالي 12.5 مليار دولار وبعتها بحوالي 3 مليار دولار، بس ما كانش هو ده الهدف من الشراء،
جوجل اشتريتها علشان تستحوذ على كمية براءات الاختراع اللي موجودة في شركة موتورولا في الوقت ده، اللي كانت بتقدر بآلاف براءات الاختراع، وفعلا هو ده اللي حصل. يا ترى انت كنت تتخيل ان شركة موتورولا ليها التاريخ الطويل ده وليها دور في الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية وحتى طلوع القمر، وان شركة موتورولا هي اللي اخترعت الموبايلات اللي كلنا دلوقتي بنستخدمها وما بنقدرش نستغنى عنها؟ وزي ما شفنا شركة موتورولا كانت هي اللي ليها النسبة الاكبر في السوق، بعدها جت شركة نوكيا دمرتها وقضت عليها، بعدها جت شركات تانية كتير قوي خلت شركة نوكيا دلوقتي تكاد تكون لا تذكر. يعني كل فترة بيجي شركة تاكل شركة تانية وهكذا. يعني متقدرش تقول ان الشركات الموجودة حاليا في الماركت هي دي اللي بالتأكيد هتفضل موجودة كمان 5 أو 10 سنين. محدش عارف شركة زي ابل هتفضل هي فعلا كمان 10 سنين مستحوذة على السوق زي ما هي موجودة دلوقتي، ولا في حاجات كتير او هتتغير، وممكن شركات محدش يسمع عنها اي حاجة دلوقتي بس كمان 5 أو 10 سنين تبقى هي الشركة الاولى على مستوى العالم. تفتكروا شركة موتورولا ممكن ترجع تاني ويبقى ليها دور كبير في المنتجات الخاصة بالمستهلكين ونبدأ نشتري منتجات موتورولا من أول وجديد؟ هستنى رأيكم في التعليقات. ياريت الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم فعلا اعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لليوتيوب تشانل وفولو للفيسبوك بيج. تشوفوا كل الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجاية ان شاء الله. شكرا.